الله بسم الله. طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. وهاب الأنصار كانوا يقتفون أثر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في كل موقع مر به وصلى بها. التراث والإرث والثقافة يقصدها كل باحث عن التاريخ، يقدمون إليها من مختلف أنحاء المعمور. فكانت الحاجة لتعريف طلاب التعليم العام بمختلف مناطق المملكة بذلك الموروث التاريخي. أن هذه الجبال تحمل خلفها قصة عظيمة، ومن أين كان يأتي قبل قليل صوت القرآن العذب الذي سمعته؟ أنت في حضرة مكان عظيم، والآيات التي سمعتها قبل قليل تتحدث عما حدث فيه. عما حدث فيه؟ وما على مؤخرة جيش المسلمين، فوقع القتل حتى استشهد 70 من الصحابة رضي الله عنهم، وأشيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وانسحب الجيش المسلم نحو الشام، وأصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسرت رواعيته وشج وجهه وكلمت شفته، فقال بقلبه الرحيم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.